نجم كبير قوي، نجم الأغنية، الأغنية الشعبية. وإيه؟ طبعا عرفتوه. هو يبقى مين؟ هو يبقى شعبان، شعبان عبد الرحيم. وإيه؟ بس خلاص. نهدى شوية. هدوء يا جماعة. مفيش شاي ولا أي حاجة. شاي؟ نجيب شاي. عايز شاي؟ يعني واحنا شغالين مفيش شاي. عايزين بقى نعمل حلقة بقى شياكة. شياكة إيه؟ قاعدين في الحجز. يلا 5 4 3 2 1. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا وجهة نظر. ضيفنا النهارده فنان شعبي لذيذ، هو الفنان شعبولة او شعبان عبد الرحيم. صباح الفل. قول لي بقى، ايه حكايه الاغاني الشعبوليه؟ اغاني الشعبوليه في الحواري برضو الشعبوليه. الاغاني الشعبوليه دي طالعه من المناطق الشعبيه. يعني اغنيه شعبوليه طالع من منطقة شعبية. الحاجات اللي هي بنت بلد بيسمعوها الناس، ولاد البلد، الناس البسيطة. انت لحد بقى بعد ما بتحاول انت تطلع الحاجات دي من جواك. طبيعي، ما هي الحاجات اللي هي اللي بيطلع من القلب بيخش القلب. طبيعي. طيب، هل انت متقوقع على نفسك؟ متقوقع يعني ايه؟ متقوقع يعني داخلك هو اهم ما يشغلك، عايش في شرنقة. لا، أنا عايزك إيه؟ تشعبولي العملية شوية يعني. مش فاهم. يعني إيه؟ بسطت الأمور شوية عشان أنا أبسط أكتر من كده؟ يعني أنا مش عارف إيه الشبرقة الحاجات يعني إيه؟ الشرنقة. يعني إيه شرنقة؟ الشرنقة يعني أنت عايش لذاتك، لنفسك، لشعبان عبد الرحيم. صعبة دي؟ هي دي شرنقة؟ دي شرنقة. خلاص، خلي دي شرنقة. يعني هل شعبان عبد الرحيم متشرنق؟ لا، أنا مش متشرنق. دي على أساس أنا ما أعرفش حاجة اسمها تنشأة. حتى أنت خليتني نسيت اسمها. شرنقة. شرنقة. لا، شرنقة دي لا، ما خدتهاش دي في ال معناها يعني أنت بتغني لنفسك. لا، أنا بغني يا يعني عمور. إيه؟ إيه بغني لنفسي إيه؟ انا بغني للناس عشان ابسط الناس. وعشان الناس تتكيف، وانا بغني مع نفسي. فما اعرفش ايه الشرنقه دي، انا اول مره اسمعها، ما خدتهاش قبل كده يعني في هل انت ظاهره فنيه زي ما قيل متقوقعه؟ انا عارف ظاهره دي بس متوقعه دي. ده انت نسيتنا البتاع دي اسمها الكلا، يعني الكلام. يعني الكلام دي انا عارفها. شفتها. ازاي بقى انت مش عارف شرنقه؟ مش عارف ولا شرنقه ولا كوكعه. كوكعه دي بتهيألي بتبقى في الميه. ايوه، بتعيش لوحدها في الميه، الميه كلها في حال وهي في حال. طبيعي. ايه اللي طبيعي؟ كوكعه. انت انا مش واصلك قوي. مش واخد بالي، مش متوقع انا ان انت ايه. طب ستوب ثانية. ايه؟ 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 عادي، ما احنا بنتكلم. طيب، ما هو ده الكلام اللي مكتوب لي. ماشي، ما تسيبه يتكلم وادينا بنتكلم. ما ينفعش. طب على ايه؟ احنا عايزين نعمل حلقة قوية، عايزين نوصلك للمثقفين بدل ما انت معزول عنهم. طب فانا بكلمك بلغتهم. طب ايه بقى الكوكعة؟ كوكعة؟ يعني عايش لوحدك جوه حاجة. كوكعة بتاعت ال طب ما انا مش عايز يعني كأن البحر سكة وانت سكة. طب ما انا مش كده. لا، ازاي؟ اقول لك انا عايش في قوقعه؟ لا، قول لي انا عايش في قوقعه الشعبيين، عايش في شرنقه الشعبيين. يبقى مش بحر بقى، تبقى ترعه. هم بالنسبه للمثقفين ده ترعه صغيره. انا عايز ابسط لك، بس نفسي ان احنا نوصلك للطبقه القارئه. فاهمني؟ يعني انا كده عايز اوصلك. عايز تفهمني ان الطبقه القارئه مش عارفاني او ما بيسمعونيش دلوقتي؟ عارفاك بس ما يسمعوكش.
مسماريش؟ اه لو غنيت الكلام اللي انا بقوله لك ده هيسمعوك. يا راجل ده يبقى ايه ده؟ ده لو واحد يبقى اخر واحد في العالم ما سمعنيش. ليه؟ لو واحد بس. طب نبتدي وانا هحاول ابسط شويه بس يعني. طب انا هحاول ابسط شويه الكلام اللي مكتوب ده. الكوكعه دي نفك شويه عشان ده مش كوكعه ده كلكعه. اه عطني وش عندك يلا قول. طب يعني انت بعد ما غنيت على الفضائيات وكده هل نقلت العصر السماوات المفتوحه والستلايت والانترنت افادت شعبان عبد الرحيم؟ الانترنت طبعا انا بلاقي نفسي على الانترنت. ازاي ليك ويب سايت على الانترنت؟ بس انا ما عنديش نت ليا انا عشان مش فاضي او ما مش عايز اشغل دماغي، بس انا ليا سايت على النت. اسمه شعبوله، تدوس على شعبوله تطلع لك الحاجات كلها. يطلع لي ايه؟ الحاجات اللي انا عاملها من ساعه ما غنيت يعني. مين اللي عامله لك؟ اي حد بقى، حد من حبايبك يعني؟ طبعا. لكن انت ما بتدخلش عليه ما تعرفش؟ لا ما بتحبش تراجع مثلا تاريخك؟ براجع انا بمعرفتي غير الانترنت. بتراجعه ازاي؟ يعني حاجات تانية غير النت. ام ثبت الحاجات بتاعتي على النوته. على النوته. ليه بيقولوا ان الستات بس واخد بالك هي اللي بتسمع في شعبان عبد تسمع شعبان عبد الرحيم وبتجد فيه فتى احلامها؟ ليه؟ المعقوله دي؟ مكتوب عادي. هو يمكن حلوه اكمل شعر اصفر يعني وعينيا خضره. لا يعني يمكن يكملك مصري قوي يعني. مصري طبعا معجون. وبحب مراتي وكل الستات اللي في مصر والدنيا كلها عارفه كده. دي بتبقى حلوه في نفس الموضوع يعني. ليه المخرج داوود عبد السيد اختارك لدور الحرامي؟ شكلي كده. شكلك ايه؟ يعني مثلا مش معقول اجيب خالد ابو النجا خليه حرامي. ليه؟ في حراميه شكلهم انضف من خالد ابو النجا. ما هو بيكون بقى الستايل كله كده. الستايل؟ يعني المجموعه كلها بتاع الشغل كده. ماشي. طيب عايزك تحكي لي عن موقف طريف حصل لك طول فتره رحلتك في الغنى. لا ده مواقف كتير بس. زي ايه؟ ولا اكبر حاجه ما انساهاش. اكبر حاجه. أكبر حاجة عمري ما انساها. أنا اتفقت مع واحد على فرح. كان هو طالع من السجن وعامل فرح ده عشان يلم جرحه يعني إيه ناس تروح تنقط ويعمل له مصلحة يعني. فجالي قال لي أنا عايزك في فرح في حلوان يوم كذا. خلصت معاه اتفقت خدت منه عربون على أساس إن أنا أروح له الساعة 1 بالليل بس هبعت له الفرقة الساعة 10. انا قلت للفرقه وديتها برضو على العربون والفرقه ما راحتش وانا رايح بالليل الساعه 1 بقى مرسوم. كنت لابس ايه؟ كنت لابس كده برضو حاجات يعني من نفس الفصيله دي. ورايح بقى متنك كده ومش عارف ايه ورحت لقيته قاعد مقرفص في الارض وماسك مطوه غريزه في الارض. واول ما شافني قال لي فين الفرقه دي يا ابني ترابت تتت وقاعد ايه يشتم. ايه يا عم حموكشة؟ حموكشة؟ حموكشة مين يالا يا ابن ترابات التي؟ ده انا هطلع ترابات التو كده. يا عم حموكشة في ايه يا عم حموكشة؟ فين الفرقة يالا؟ وانا بص ورايح سيبه بيكلم حد غيري اتريه هو بيشم فيا وبيكلم فيا. وغرز المطوة في الارض. الفرقة ما راحتش الفرح. فطبعا المنظر كان شكله وحش وجت بقى الناس اتلمت فين يا شعبان الفرقة؟ قلت لهم انا بعت الفرقة من بدري اتحلت يعني ورجعت الفلوس تاني وكنت زعلان عليه بصراحه.